لقي 25 شخصا مصرعهم بسبب مرض الكوليرا هذا الأسبوع باليمن. يأتي هذا في وقت تدور فيه حرب طاحنة منذ عامين تنخر في جسد الجهاز الصحي بالدولة المتهالك. منظمة الصحة العالمية رصدت منذ 27 من أبريل الماضي 1360 حالة إصابة بهذا المرض الذي ينتج عن تناول مياه أو أطعمة ملوثة بفضلات بشرية. ربما لم ترحمهم ظروف الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من عامين تقريباً، بل بات النساء والأطفال في العاصمة اليمنية صنعاء يعانون الأمرين معاً. فمع ذلك الخراب الناتج عن الحرب، أدى تفشي الكوليرا في اليمن إلى وفاة 25 شخصاً خلال الأيام الماضية، خاصة مع انهيار القطاع الصحي في البلاد. منظمة الصحة العالمية رصدت معاناة أكثر من 1360 حالة إصابة نتيجة عن هذا المرض، وأكدت أن بعض المصابين حالتهم خطيرة، محذرة من تزايد الوفيات. المستشفيات في صنعاء تعاني من ضغوط بسبب ضعف الإمدادات، ولا يتقاضى العاملون أجورهم. صحيح، ما أناش فوق سرير، أنا فوق كرسي شوفها، لكن العناية بالذي فوق الكرسي ولا الذي في الصالة واحد. جزاهم الله خير الجزاء. مشهد الازدحام ممزوج بأصوات الألم في أروقة مستشفى صنعاء أصبح مشهدا مأساويا يعتاد عليه اليمنيون. السبب هو الحرب الدائرة منذ عامين في اليمن. هناك أثر كبير على البنية الأساسية والتيار الكهربائي، كثيرا ما ينقطع، ومحطات ضخ المياه لا تعمل بانتظام ولها أثر على جودة المياه، وبالتالي هناك تلوث. تلوث بفضلات بشرية في المياه التي يستخدمها السكان. أصوات طلقات الرشاشات والمدافع ما زالت تدوي في اليمن بسبب الصراع الدائري هناك. تلك الحرب التي أدخلت الملايين في حالة فقر وشردتهم وقتلت أكثر من 10,000 شخص. فهل يعود اليمن إلى طبيعته مثل ما قيل عنه على مدار الزمان، اليمن السعيد؟